افكرك بيا يا غالي بعد السنين والليالي، افكرك بيا يا غالي بعد السنين والليالي. برجع بتسأل عن حالي، هو انت ناسي اللي جرالي؟ راجع بتسأل عن حالي، هو انت ناسي اللي جرالي؟ افكرك بيا يا غالي، افكرك بيا يا غالي. التحدي في اللغة هو طلب الإتيان بالمثل على سبيل المنازعة والغلبة، وهو ده بالظبط اللي بيحصل في فن الكف، الفن الصعيدي الأصيل المبني على الارتجال والتحدي ما بين الكفاف والفنان. مين أقوى، أنا ولا أنت؟ والزاد ما بقربش، تشوفني تقول سكران وأصلا ما بشربش. صاحي وعيوني سبال والهم كأنه جبال، ومن حق وخالي البال يضحك ما جربش. أي والله يضحك ما جربش. أيوة. يضحك ما جربش. أي والله. لما يشوفون الناس يقولوا سعيد اليوم مع إني شارب الكاس وحياتي كلها هموم، ما شفتش في حياتي عيد وعمري عذاب وعيد، والخالي يضحك بعيد ومنينا ما بيقربش برضو كده. يعني الله ايه الله، لازم تسلم برضو بنفس بنفس الحرف، بس لازم تعيش بقى الموضوع. نفس يعني الموضوع. فن صعب جدا جدا، وفنان الكف يمكن في الليله، يعني الليله اللي بيعملها خلال 3 ساعات او 4 ساعات ونص او 3 ساعات ونص، هو في ضغط مستمر، لاني هو بيقابل اكتر من لون في الليله طبعا، واكثر من خانه واكثر من مذهب واكثر من لحن، فهو عليه ان هو يستوعب كل ده، وفي نفس الوقت بيغني عليه يعني في توقيت صعب جدا. الكف هو اصلا القاعده الاساسيه فيه للارتجال، انت بترتجل وانت بتطلع بتروح من البيت مش عارف انت هيتقال لك ايه، يعني او هتغني ايه، او مين اللي هيوقف قدامك، او هيسالك في ايه، او هيتكلم في ايه، وبتحاول يعني الكفاف نفسه توصل له ان انت عايش مع نفس القصه اللي هو عايشها دي. الفنان الكف شاعر قبل ما يبقى مغني؟ اكيد لازم يكون عنده اول حاجه مثقف، ولازم يكون عنده لغويا برضو كويس، ويعني وموسيقيا برضو كويس. طب يعني وانت مثقف منين بقى؟ انت شخصيا بتجيب ثقافتك منين؟ لا يعني يعني فوق كل ذي علم عليم يعني. طبعا اكيد بس ايه، بتحاول تقرا، بتحاول الكلام اللي سابوه الكبار يعني. حضرتك كفاف من كم سنه اصلا؟ يعني انا كفاف من 15 سنه بس انا طلعت في مجال الكف على صوت المرحوم رشاد الله يرحمه. المرحوم رشاد ما يعتبرش فنان كف بس انما هو من مؤسسين التراث. شهر الصوم يا شهر الصوم يا شهر الصوم، شهر الصوم الخير والبركة يا شهر الصوم. الفنان رشاد عبد العال هو ملك الكف زي ما بيسميه الجمهور. اتولد بقرية الرغامة بمركز كومومبو سنة 1944، وتعلق من صغره بالموسيقى، حب عبد الوهاب وأم كلثوم وفريد وعبد الحليم، كان نفسه يبقى زيهم، بس بحكم المكان والنشأة كان الأقرب ليه الكف. بدأ حياته الفنية بالمشاركة في حفلات السمر، وبعدها دخل عالم الأفراح،
عمر القلب ما كره ونسان انسان بيوحشنا ونست اهلا بيك حدا بلدك وناس. شارك رشاد عبد العال في حرب اليمن وفي 67 أصيب بطلق ناري وتعرض للأسر. التجارب دي مع اطلاعه المستمر جعلت منه إنسان مثقف عنده حصيلة لغوية ومعرفية كبيرة تخليه يتكلم في أي موضوع، وده اللي ساعده أنه يطور فن الكف. وإذا كان صديقه ومنافسه الفنان محمد الدرويش هو اللي أدخل العود للفن ده، فرشاد هو اللي نشر الكف ووسع جماهيريته في الصعيد وخارج الصعيد. يا فنان يا محترم في خانة نازلة السامر تقول عليها عاجز، عاجز مش قادر تقول أنا كفيلها. رحل رشاد عبد العال في 6 أكتوبر 2008 وهو سايب وراه ورث كبير من الحفلات والفيديوهات لتحدياته مع الكفافة والفنانين، وساب ابنه ياسر رشاد يكمل رحلة تطوير الكف وانتشاره أكتر وأكتر.